هاي دخول المرأة لسوق العمل والدور يلي عم تلعبه بالمجتمع إلهم مردود إيجابي على كل الأصعدة. ساهمت المرأة بتطوير المجتمع عبر إسهامات واكتشافات أبرزها السترة الواقية مرصاص، نظام التدفئة المركزية، نظام الاتصالات اللاسلكية، تطوير الليزر لجراحة العيون، سلم الحريق، المسحات وغيرها كتير. أول امرأة حصلت على جائزة نوبل للسلام هي جين آدمز، وتعتبر مؤسسة مهنة العمل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية. ترأست المرأة 52 بلد خلال 50 سنة الماضية، من بين الهند، بنغلاديش، سريلانكا، باكستان، لايبيريا والصين. بس للأسف بعد ما ترأست الجمهورية الفرنسية، الأمريكية أو اللبنانية. نساء مسؤولين عن ثلثين ساعات العمل بالعالم، بس مين قال إنه بيحصلوا بس على 10% من المدخول و24% من المراكز الإدارية العالية؟ أنا قال. بشوفكم بكره.